نجتمع جميعا لأداء صلاة الجنازة على فقيدنا وفقيد شعب مصر العظيم وفقيد الأمتين العربية والإسلامية، أستاذنا الفقيه الجليل والعالم النبيل معالي الأستاذ الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف الأسبق، والذي تقلد أمانة الدعاء في أرض مصر على مدى سنوات، فأدى الأمانة على أكمل وجه، وخدم الدعوة الإسلامية في أرض الكنانة مصر قدر وسعه وطاقته، وخدم العلم والعلماء، وقد أفضى إلى رب كريم بعد عمر كريم قضاه في خدمة الإسلام والمسلمين. ونحن في هذه الساعة نقف وقفة تمتلئ فيها قلوبنا بالمهابة من نزول الموت، وإن للموت لرهبة، لكننا نتوجه إلى الله تعالى أن يتغمد فقيدنا الكريم وفقيد الأمة العربية والإسلامية، أن يتغمده الله تعالى بواسع رحمته ومغفرته. اللهم هذا عبدك المفتقر إلى رحمتك النازل بساحة كرمك وجودك، وقد أوى إلى رب كريم بعد عمر كريم قضاه في خدمة دينك. اللهم قابله بالإحسان وتلقه بالرضوان. اللهم آمن روعته وآنس وحدته وتقبل حسنته وتجاوز عن سيئاته وأسكنه جنات النعيم. اللهم أسكنه مع السابقين أعلى فراديس الجنان. اللهم وإنك قد قلدتني الأمانة من بعده، وهي أمانة ثقيلة لا سبيل للقيام بها إلا التفضل بجميل المعونة منك. اللهم ارزقنا جميل التوفيق لحمل الأمانة وأدائها، ونسألك اللهم إذا وردنا إلى مثل هذا اليوم ووقف فيه من يصلي علينا في مثل هذا اليوم، أن تجعل حملنا لهذه الأمانة نورا يسعى بين أيدينا. رحم الله تعالى فقيدنا الكريم وتغمده بواسع الرحمة، ونقدم لأسرته وعائلته خالص العزاء وصادق المواساة، داعين الله تعالى أن يلهمهم كمال التسليم لحكمه وكمال الصبر على حكمته. صلاة الجنازة كما في شريف علم حضراتكم أربع تكبيرات، نقرأ سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم نصلي على الجناب النبوي المعظم بصيغة الصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية، ثم ندعو لفقيدنا وراحلنا الكريم بعد التكبيرة الثالثة، ثم ندعو لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين بعد التكبيرة الرابعة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.